لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه وكانوا يحبونه، حتى قال أحد المشركين: ما وجدت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. صعد سيدنا عبد الله بن مسعود يوما النخلة وكان نحيفا شديد النحافة، نحك بعض الجالسين لما أو من شدة نحافته وشدة نحول ساقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة من جبل أحد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا من أصحابه من الفقراء من المساكين من الضعفاء اسمه كليبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال الرجل: ومن يزوجني يا رسول الله؟ من الذي سيزوج عبدا مسكينا فقيرا مثلي؟ لقاه بعد حين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ وأعاد جليبيب نفس الإجابة: ومن يزوجني يا رسول الله؟ وفي المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ قال: اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فأقرئهم السلام وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لتزوجوني ابنتكم. ذهب جليبيب، طرق الباب. من جليبيب؟ قالوا: ما لنا ولجليبيب، ما الذي أتى به؟ خرج الرجل: ما بك يا جليبيب؟ قال: أقرئكم السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتج البيت فرحا بسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن تزوجوني ابنتكم. قال الرجل: أشاور أهلي. سمعت البنت قالت: يا أبتاه يا أماه، أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فذهب بها أبوها مع جليبيب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، فما رأت كدا في حياتها قط. وبعد فترة من الأيام خرج جليبيب مجاهدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الموقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تفقدون أحدا؟ يقولون: نعم نفقد فلانا. هل تفقدون أحدا؟ نعم نفقد فلانا. حتى انتهوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أفقد جليبيبة. فبحثوا عنه فوجدوه مع سبعة إلى جانبهم مع سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ساعديه ساعديه ليس له من حامل من أحد من الصحابة على الإطلاق، ليس له من حامل سوى ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. حمله النبي بنفسه على ساعديه حتى وضعه في قبره وقال صلى الله عليه وسلم: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. هذا رسول الله وهذا تعامله مع أصحابه.
وفي يوم من الأيام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوزة مسنة سوداء كبيرة كانت تقم المسجد، أي تجمع ما فيه من آثار القمامة أو نحوها، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت يا رسول الله. قال لما لم تخبروني بموتها حتى أصلي عليها؟ وكأنهم كانوا قد استقلوا شأنها أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها. قال دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها، ثم التفت إلى أصحابه قائلا إن هذه القبور تكون مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لكم بصلاة عليكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. لم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلا بالحب والإكرام وإكرامهم والإحسان إليهم، وكان مبدأه صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولما مر أحد الناس على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا تقولون في هذا؟ قالوا جدير به، إن تحدث أن يستمع إليه، وإن طلب الزواج لم يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من ذاك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولله دار شوقي حيث يقول وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء. ويقول الإمام علي رضي الله عنه الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بلا عمل لهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جليبيب مني وأنا منه، سلمان منا آل البيت، ربح البيع أبا يحيى، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، صلوا عليه وسلموا تسليما، حيث يقول رب العزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلنحمل رحمته للعالمين قولا وفعلا وسلوكا وتطبيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.